في البحرين أعلنت جمعية الوثاق الوطني أبرز مجموعات المعارضة الشيعية أعلنت الناس تقاطع الانتخابات التكميلية المزمع أجراؤها في 24 من أيلول سبتمبر. انتخابات الهدف منها ملء المقاعد التي شغرت باستقالة نواب الجمعية في أذار مارس الفائت احتجاجا على قمع السلطات للاحتجاجات. وينضم إلينا الأستاذ خليل المرزوق نائب رئيس مجلس النواب وعضو في حركة الوفاق. سيد خليل، أولا برأيكم ما مدى تأثير هذه المقاطعة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا واحد من أهم المطالب الشعبية هو أن يكون هناك سلطة تشريعية منتخبة كاملة الصلاحيات بما فيها تشكيل الحكومة، وأن تكون منبثقة عن دوائر عادلة. النظام البرلماني الموجود حاليا في البحرين بغرفة يصادر أي إرادة شعبية من خلال وجود 40 معين ومن خلال وجود دوائر غير عادلة. 17,000 شخص ينتخبون نائبا واحدا و 17,000 شخص ينتخبون 6 نواب. هذه بس مساحة من الاختلال في عمل السلطة التشريعية. المواصلة في هكذا برلمان كأنما نقول أننا نقتل هذا الطلب وهو المطلب الملح في إيجاد سلطة تشريعية كاملة الصلاحيات. أي إنسان يفكر أن من خلال هذا البرلمان الآن يمكن إصلاح هذا الوضع فهو واهم، لأننا جربنا ذلك خلال 5 سنوات ولم نستطع أن نغير مادة واحدة من الدستور، وخصوصا ما يتعلق بنظام المجلسين، وخصوصا عندما قالت الحكومة تقديم مجلس النواب على مجلس الشورى فقط بروتوكوليا هذا يخالف نص الدستور 120 الذي يقول لا يجوز تعديل أي جزئية من جزئيات السلطة التشريعية. يعني الذهاب إلى المجلس بعنوان أننا سنعيد صياغة هيكلية مجلس أو مجلس التشريع أو السلطة التشريعية هذه لم تعد صالحة، أو أن الحكومة كانت تكذب عندما قالت لا يصح تعديل نظام المجلسين في 2010، والآن تريد أن تعدل نظام المجلسين من خلال الدستور ومن خلال المجلس الحالي. فما أدري كيف يكون في 2010 يستحيل تعديل نظام المجلسين، وفي 2011 يجوز تعديل نظام المجلسين من خلال نفس الآلية وهي المشاركة في المجلس بدوائره الظالمة وبصلاحياته المنقوصة. نعم، يعني ما هي الحلول الأخرى؟ هل يعني مقاطعة ربما خطوة أولى في هذا الصدد، ولكن ما هي الخطوات التالية؟ هناك حاجة إلى حوار جدي يناقش هذه المبادئ ويخرج بنصوص دستورية يصوت عليها الشعب. أما من خلال مجلس تأسيسي كما في كل الدول التي تذهب إلى مجلس تأسيسي، أو استفتاء شعبي كما حصل في مصر على بعض النصوص الدستورية على أساس ينتقلون إلى مرحلة أخرى في مجلس تأسيسي، أو كما حدث في المغرب وكما أعتقد أنه سيحدث في الأردن. هناك إرادة شعبية. بالأمس عندما قرأت قرار المقاطعة وقف عشرات الآلاف من الجمهور مؤيدين لهذا القرار. يعني هذه ليست إرادة 10 أشخاص في أمانة الوفاق أو 30 شخص في مجلس شورى الوفاق. هناك إرادة عارمة لدى الشعب البحريني بأن يتحول هذه السلطة التشريعية إلى سلطة تشريعية حقيقية. كل الثورات العربية لم يكن هناك إصلاحات من خلال البرلمانات السورية، وإنما تمت هذه الإصلاحات من خارج البرلمانات السورية أو المجالس التشريعية بمختلف مسمياتها. على السلطة أن تعي أن ليس تجربة المقاطعة في 2002 هي الخسارة، وإنما إصرار السلطة وتعنتها في أن تمضي بإصلاحات حقيقية مع هذا الربيع العربي. أعتقد أنها تضع نفسها في مفترق طرق، وإن يعني كان عقب مدة من الزمن. الآن الشعوب هي التي تحكم الإرادات وليس السلطات التي تريد أن تفصل الأنظمة السياسية على مقاسها هي وتلبسها إلى الشعوب. شكرا جزيلا لك خليل المرزوق نائب رئيس مجلس النواب وعضو في حركة الوفاق. شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات.